اهلا اهلا، السلام عليكم، كيف دايرين حبيباتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار هذا يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد، نهار جديد، عدنا والعود احمد، وكيف ما كيقولوا صافي سالينا السفر، سالينا الخروج، سالينا الدوران، رجعنا لدويرتنا. فاليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو مطرطق كما كنقولوا، مليء بالشهيوات وداكشي اللي كيعجبكم. فبديت معكم نهاري من الصباح البنات، فقت وجدت الفطور، حيدت عليا المعنات، جمعت الفراش راكم عارفين، وكان عندي هنايا هذا الصابون اللي كنا جينا ضروري كتجي، خاص يكون عندك الصابون، درته هكا كيتصبن. صافي هادشي اللي كان في البيت ديالي. المهم دابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي ندير لهم سندويشات في الغداء. غادي ندير لهم سندويشات ديال الكفته، هنايا راني خديت الخبز ديال الساندويتش. صراحه كنت بغيت نصايبو ولكن مابقاش عندي الوقت، خديت بانواز هكايا. بس غادي ندير لهم ان شاء الله سندويشات ديال الكفته، وديجا قطعت لهم لي فخيت، انا غادي نوريهم لكم، قطعتهم حتى همايا باش ان شاء الله غادي نديرهم يتقلاو. وهنايا جبت واحد شويه ديال الكفته من فريكو، انا كناخذ الكفته كنجيبها وكنقسمها بلاستيكات بحال هكايا، القياس اللي كنبغيها كنجبد القياس اللي غادي قدنا، سواء كنت غادي نديرها في الطاجين مع البيض ومطيشه، سواء كنت غادي نديرها في غراتان ولا مع لي بات ولا شنو ما كنت غادي نديرها، كنجبد هاد البلاستيكات دائما. هذا هو القياس ديالي مثلا اللي كيقدني كنجبدها، ولا كان عندي شي واحد في الدار زايد راني كندير جوج ديال البلاستيكات. صافي راه هاد الديكونجولات، دابا ان شاء الله غادي نجبد المقيله ديالي ونقطع واحد البصيله باش نشحر هاد الكفته مع البصله، نجبد المقيله باش نقلي لهم ان شاء الله الفخيت، وصافي ونجبد داكشي ديال الفرماج ولي صوص باش نوجد لهم ان شاء الله ساندويشات. قالك والو بغينا غير لي ساندويتش، مع صراحه نستغربوا هذا، باقين كنبغيو داكشي الوجبات الخفيفه والوجبات السريعه، هما اللي كيتعاشوا في هذا الوقيته. ها هو الصيف، راه سبحان الله دغيا داز الصيف كما قلت لكم، الغزالات ها نتوما الصيف دغيا داز، نرزق غير الصحه والسلامه، وغادي نبداو نستخدموا ان شاء الله الخريف والبرد وداكشي، صراحه توحشنا داك الجو. ايوا هادشي اللي كاين. المهم دابا ان شاء الله نجبد مقيلاتي وهانتوما معايا. المهم البنات، هنايا لي فخيت راني درتهم كيتقلاو، تما قردت واحد جوج ديال البصيلات ودرت عليهم الكفيته، ودرت واحد شويه ديال الكزبر والمعدنوس، وغادي ندير ان شاء الله زويته فاش غادي نشحر هذيك الكفته. غادي نزيد مليحه شويه ديال الملحه، غادي نزيد شويه ديال الكمون، حميره معطريه كامله من غير سكنجبير، حميره. انا الكفته تما راني ما دايراش ليها التوابل، داكشي علاش كنزيد شويه الزيت بزاف. صافي شويه ديال الخرقوم، الخرقوم ما غاديش نكثر الخرقوم بزاف. صافي غنخلط داكشي كامل ان شاء الله مع بعضياتو حتى كطيب ليا ديك الكفيته مع البصلو. صافي غادي نقطع شويه ديال المطيشه هكا يا دوائر، صافي باش نعمر لي ساندويتش ديالي. المهم راكم عارفين كنبقاو نقلبو هكا غير على الحويجات اللي تيكونوا ساهلين وبسط، ما يشدوش لينا الوقت بزاف. مهم بنات، هانتوما وجدت هنايا، صافي وجدت كلشي، الخبز ديال الساندويتش، لي صوص، الفرماج هذا ديال الساندويتش. هنايا كانوا عندي واحد شويه ديال لي نوغيت، جبتهم من فريكو قليتهم حتى هما، قطعت مطيشه لي فخيت حتى هما يا راني قليتهم، وديك الكفيته مع البصله صافي حتى هي راها تشحرات. بقى لي دابا ان شاء الله غير نعمر لي ساندويتش ديالي عادي، يعني غنحلو ندير فيه شويه ديال الفرماج، الكفته، مطيشه، النوغيت، ولي صوص. صافي اللي كيبغي الخص يديرو، انا صراحه البنات ما تيبغيوش ليا الخص ما غاديش نديرو، وها هي كتسنى ما كدعاء.
كتسنى 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 في ساندويش ديالك. قولي السلام. سلام. قولي السلام. سلام. مهم حبوباتي، فكيف ما قلت لكم غادي نعمر لي ساندويتش ديالي عادي بطريقه راها غادي تكون موضحه لكم في الصوره. الاهم من هذا الشيء كامل هو انني بغيت نبارطاجي معكم الطريقه ديالي في التحضير ديال لي ساندويتش ديال الكفته مع البصله، كيجيو رائعين. فكل واحد الطريقه ديالو، كتكون الطرق اللي هي عديده ومتعدده، داكشي علاش انايا بغيت نبارطاجي معكم الطريقه ديالي، راه كيجيو بنانين. والحمد لله اي واحد كيدوق عندي لي ساندويتش هكايا بالكفته صراحه كيعجبني، رغم انهم يعني شي حاجه اللي هي بسيطه، يعني ماشي غادي نشكر لكم راسي، ولكن فعلا لي ساندويتش ديال الكفته اللي كنوجدهم كيجيو فنين فنين فنين. جربوا الطريقه راها بسيطه وسهله، غير انا بغيت نبارطاجيها معكم باش هكايا تجربوها حتى نتوما. انا عارفه بزاف ديال الاخوات اللي كيجربوا هكايا الوصفات ديالي، والله الا شحال من وحده كتدخل عندي الانستغرام، كاين اللي جربات لاباط ديال البيتزا، كاين اللي جربات الكيكه، كل وحده وشنو كتجرب وكتدخل عندي كتقول لي راني جربت هاد الحاجه الله يعطيك الصحه. المهم خليو لي تعاليقكم البنات اللي جربوا داكشي اللي كنبارطاجيه معكم وكيصدق معكم، خليو لي الوزالات ديالي لي كومونتير هنايا في لا فيديو. المهم حبيباتي غادي نكمل ان شاء الله لي ساندويتش ديالي بنفس الطريقه، وان شاء الله نتلاقاو من بعد. ديالي كيشكيلي وكيجيو رائعين البنات والبنانين والبنانين، ما شاهدتكم فيهم رافقتهم هكايا بشويه ديال الصوص، كل واحد الكباسيل ديالو مع لي فخيت هكايا في الجنب ديال الصين. المناضة اهم من هذا الشيء هو التقديم، يكون هكايا شي حاجه اللي كتفتح الشهيه، اشياء اللي هي بسيطه كنقدروا اننا نتولوا الاطباق ديالنا، ولو غير ساندويتشات كنحاولوا اننا نقدموهم بطريقه اللي هي زوينه بزاف. فصافي هادشي اللي كاين حبيباتي، كنتمنى ان شاء الله ساندويتشات اللي بارطاجيت معكم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيوهم البنات وتقولوا لي كيفاش كيجيوكم. هنايا بغيت نبارطاجي معكم واحد الحريشه اللي ساهله مهله دغيا دغيا هكا تقدوا انكم توجدوها سواء الكوتي ديال العشيه او الفطور ديال الصباح. انا هنايا غادي نديرهم ان شاء الله، عفوا غادي ندير هاد الحريشه في الكوتي ديال العشيه، يعني ملي تغدينا صافي جلسنا جبدنا شويه ارتاحينا، قلت ندير لهم ان شاء الله حريشه يشربوا بها كويس ديال اتاي. فبالنسبه للمكونات ديال هاد الحرشه غادي نحتاج ليها نص كيلو ديال السميده اللي هي رقيقه الخاصه بالحرشه والبغرير، غادي ندير معاها واحد الكيس ديال خميره الحلويات، كيس ديال سكر الفانيلا كيبقى اختياري، غادي ندير كذلك واحد الملعقه كبيره تكون مملوءه ديال سكر ثاني، لان هنا درت ثلاثه المعالقات صغيورين، نتوما ديروا معلقه اللي هي كبيره. غادي ندير الخميره ديال الخبز حتى هي غادي ندير منها ملعقه صغيره وشويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق. صافي بالنسبه للزيت غادي نحتاج نص كاس ديال زيت المائده. صافي وغادي نبسبس الحريشه ديالي مزيان بهذاك النص كاس ديال الزيت، ومن بعد غادي نولي كنجمعها بالحليب جوج عفوا غادي نجمعها بالحليب والماء، يعني جوج الكيسان كاس حليب كاس الماء. ممكن انكم ديروا جوج الكيسان كاملين ديال الحليب، ممكن انكم ديروا جوج الكيسان كاملين ديال الماء، مهم كيبقى لكم نتوما الاختيار. فانا عاده كنديرها دائما تقريبا بجوج الكيسان ديال الماء، ملي تيكون الحليب هكايا راه كندير ندخل فيها واحد الكاس ديال الحليب كتعطي مذاق اللي هي زوين بزاف. وكما قلت لكم نتوما راه تيبقى لكم الاختيار، اللي بغي يدير جوج كيسان ما يديرهم، بغيتو ديروا جوج كيسان الحليب ديروهم، بغيتو ديروا كاس هكا وكاس هكا راه ماشي مشكل. صافي غادي نبسبس ان شاء الله هاد السميده ديالي مزيان مع جميع المكونات، غادي نولي نزيد ليها كاس الحليب كاس الماء ونحاول نجمعها مزيان. صافي ونخليها ترتاح واحد الخمسة ديال الدقائق، ما تخليوهاش ترتاح بزاف البنات باش ما تشربش لكم. انا هنايا راني مشيت نسيت راسي ومشيت شديت التليفون وخليتها شربات ليا شي شويه، من الاحسن انكم ما تخليوهاش هكايا تتشرب لكم بزاف، الا شتوها شربات لكم غادي تزيدوا لها واحد ربيع كاس ديال الماء اولا ربع كاس ديال الحليب. هادشي اللي كاين حبيباتي، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو باش غادي نقرصوها بشويه ديال السميده. كناخذ مقيله
غادي نرشها ان شاء الله بواحد شويه ديال السميده الرقيقه، يعني ما غادي ندهنها لا بزبده لا بزيت لا حتى شي حاجه، غادي نرش عليها غير شويه ديال السميده. وممكن انكم تدهنوا المقيله ديالكم بواحد طريف ديال الزبده وترشوها بشويه ديال السميده وتقرصوا فيها مباشره الحرشه ديالكم، يعني الا بغيتوا هكايا بلا ما تبقاو ديروا الطريقه اللي غادي ندير انا شويه هكايا كتعذب، ولكن كتجي الطريقه الشكل ديال الحرشه كيجي زوين. انا هنا خديت مقيله غادي نرشها مزيان مزيان بالسميده صافي، وغادي ناخذ الحريشه ديالي غنحاول انني نلول بها هكا شويه في يدي. انا راه كما قلت لكم راني خليتها شي شويه يعني شربات ليا بزاف وصافي، يعني بدا كي العشيه تعشات كما كيقولوا بدا يظلم الحال، وانا خصني نصور لكم هكايا في الاضاءه باش تبان لكم الكاليتي ديال التصوير مزيانه. صافي كنبقى نستعن بشويه ديال السميده من الفوق وكنبقى كنقرص فيها، وهنا كنستعن كذلك بواحد الصوينيه اولا ديك الخشبه اللي كتكون خاصه هكايا بالبيتزا ولا بالحرشه راه كيتباعوا. انا صراحه مازال ما عمري ما طحت فيها، فيما كنبغي ناخذها يا اما ما كنلقاش القياس اللي بغيت يا اما كنلقى دوك اللي كيكونوا رقاقات بزاف يعني دغيا كيتهرسوا، يعني صراحه ما لقيتش واحد النوع اللي بغيتو انا ما لقيتوش. صافي كنولي كنقلبها هنايا غير في الصوينيه وكنبقى كنقرص فيها ونستعن كذلك بشويه ديال السميده رقيقه وكنحاول انني نرش وندوز يديا من الفوق باش ما يبقاوش كيبانوا الاثار ديال الصبيعات ديالي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا صافي، ونعاود نولي نديرها في المقله وانا كنقاد في دوك الجنيبات ديالها باش ما كيبقاوش يبانوا مشقين. فانا صراحه حيت خليتها كما قلت لكم خليتها هكايا تشربات ليا كيجيوني دوك الجنيبات شي شويه مشقين، ولكن حاولت انني نقادها. ها نتوما كيف ما كتشوفوا بقيت معاها شويه بشويه حتى قديت ليها دوك الجنيبات ديالها كاملين وكنسرحها من الفوق باش ما كيبقاوش يبانوا الاثار ديال الصبيعات ديالي. صافي وكنديرها فوق البوطه كطيب عادي، النار تكون مهيله البنات، نقصوا عليها وخليوها حتى كطيب من الوسط، من بعد نوليو ندوروها على الجنيبات صافي ونقلبوها طيب تاني كذلك من الجهه الثانيه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديالنا. تحلوها ديروا فيها الزبيده كونفيتور الفرماج يعني داكشي اللي بغيتو كتجي رائعه وهشيشه البنات، ما نقولش لكم كتجي فنه وساهله ماهله، يعني دغيا انكم تجربوها وتجربوا عليها وتوجدوها سوا الفطور سوا الكوتي ديال العشيه. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح اللي اختارت عليكم اليوم ان الاعجاب ديالكم. لا تنساونيش البنات التعاليق ديالكم زوينه ولي لايك والبارطاج ديال القناه باش ان شاء الله توصل لحباب وحدين اخرين وتكبر العائله ان شاء الله. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه فما تنساوش الاشتراك. يلا حبيباتي خلاو ليا فراسكم، مع السلامه.